يعطيكم العافية طلابنا الأعزاء. معكم المعلمة أنوار عوالي، معلمة لموضوع الجغرافيا، بعلم في مدرسة الخوارزمي الثانوية طمرة. اليوم رح نعطي درس اللي هو طبعا جزء ثاني من حصة عرضناها، ماذا يحدث هناك بالأعلى، عن الكواكب، عن علم الفضاء لطلاب صف ثامن. نتأمل أنه الكل يشارك وتكون الحصة شيقة ونفيدكم بمعلومات جديدة. أنا بفضل معلمتي دائما قبل بداية الحصة كل طالب يكون محضر معاه دفتر وقلم للكتابة، بتقدر تخلي حدك كمان الهاتف النقال أو الحاسوب للبحث عن معلومات واستعمال طبعا كل ما يلزم لحصتك. إذا نهينا حصتنا، الجزء الأول منها كان عبارة عن مهمة لفحص الحياة على كوكب المريخ، ووكلناكم لطلاب صف الثامن إنكم بدنا منكم مهمة اللي منطقة في علماء قاعدين في جرن رامون في النقب وبفحصوا إمكانية الحياة على كوكب المريخ. كان مطلوب منكم إنكم تساعدوا العلماء في إعطائهم أفكار جديدة في مجال مجال مشابه للمريخ. يبحث العلماء إمكانية سكن الإنسان في الشروط الموجودة على كوكب المريخ. طبعاً اللي متذكر كان الحصة الأولى إنه الشروط الموجودة بكوكب المريخ بدون أكسجين في الغلاف الغازي، بشرط شروط قوة جاذبية منخفضة، يعني الإنسان بيكون يتحرك بشكل حر، بنط من مكان لمكان بيكون خفيف كثير، معرضون للأشعة الضارة بمعدل درجات حرارة 60 درجة مئوية. حكينا المريخ له غشاء رقيق جدا اللي ما بيحمي من هاي الأشعة. بدنا منكم تعطوا أفكار. كان عندنا إجابات محتملة في مجال البحث في موقع الذي يحاكي كوكب المريخ. كيف يمكن أن نحول الغازات المنتشرة في المريخ كغاز ثاني أكسيد الكربون إلى مياه وأكسجين؟ كانت هاي فكرة. بيجي حدا بقول لك بما أنه في غازات منتشرة في المريخ، عندي مي طبعا، في عندي غاز ثاني أكسيد الكربون، بقدر بدي ألاقي معادلة معينة اللي يعطيني مياه H2O. عندي كانت فكرة كيفية توليد الكهرباء من الرياح الموجودة على كوكب المريخ. إحنا بنتعلم من الأرض، قالوا لنا بالأرض اكتشفوا طاقة الرياح عن طريق المراوح، وضعوها في أماكن مرتفعة، أجوا على قمة جبال، بنوا لهن مروحة مع طبعا جهاز اللي يقدر يمتص هاي طاقة الرياح ويحولها لطاقة كهربائية. قالوا بنحاول إنه هاي الفكرة كمان نتبناها مع كوكب المريخ. الفكرة الثالثة كانت في منشأة ذات ضغط هواء يحاكي المريخ وكمية قليلة من الأكسجين، أي النباتات الصالحة للأكل يمكن زراعتها. بدنا نعمل مورد للغذاء، بنشوف أي نوعية نباتات بتقدر تعيش وتنمو في بيئة مثل بيئة المريخ. بدلة فضائية ملائمة للخروج إلى الغلاف الغازي الخفيف لكوكب المريخ ولدرجة الحرارة التي تصل إلى 60 درجة مئوية. بنحاول معلمتي اللي نلاقي بدلة ملائمة. حاليا بدي اعرض لكم فيلم قصير ونواصل. بتامل انكم تركزوا وتستمتعوا وتكتبوا على دفتركم شو المعلومات اللي اخذتوها من الفيلم. تفضلوا. To the ancient Romans, the planet Mars was symbolic of blood and war. But to many people today, the red planet may hold the key for a bright new future for humanity. The story of Mars began about 4.5 billion years ago when gas and dust swirled together to form the fourth planet from the sun. Mars is the second smallest planet in the solar system with a diameter just shy of the width of Africa. In fact, its entire surface area is similar to that of all of Earth's continents combined. Much like its terrestrial cousin, Mars is dense and has a rocky composition. At the center of the planet is a core made of iron, nickel, and sulfur, which may have created a protective magnetic field during Mars's earlier years.
Enveloping the core is a rocky mantle made of silicate minerals and a crust rich in iron. These iron minerals react with the trace amounts of oxygen in Mars's atmosphere and rusts, giving the planet its signature reddish hue. While its blood-like appearance inspired the ancient Romans to name Mars after their god of war, the planet's rusty color could be considered symbolic of the planet's prime days long past. Today, Mars is dry, desolate, and cold, with temperatures dropping as low as negative 225 degrees Fahrenheit. But billions of years ago, the planet was much warmer, more geologically active, and had a watery surface. Lake beds and river valleys snake along the face of Mars, indicating that liquid water was, for a time, present. Volcanoes, such as Olympus Mons, the largest volcano in the solar system at three times the height of Mount Everest, once erupted lava. But by about 50 million years ago, soon after Earth's dinosaurs died out, Mars's volcanoes also went extinct. Water on the red planet still exists today, but mostly in the form of polar ice caps. Because of factors such as the presence of water, some scientists believe life may have existed on the red planet and may exist again. Since the 1960s, space programs from around the world have launched missions to Mars in attempts to understand the planet's past, present, and potential for sustaining life. Life on another planet may well be out of reach for the near future. But if any planet can give us hope, Mars may hold the key to the survival of humanity. معلمتي انا حطيت لكم الفيلم الاول بدي اعرض كمان فيلم لانه في ترابط بعرض الافلام بدي كمان تكتبوا على الدفتر ايش هي المعلومات اللي اخذتوها من الفيلم القصير تفضلوا Stars are among the most fascinating objects in our universe and also the most mysterious. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong, not even light, the fastest known entity in our universe, can escape. The boundary of a black hole is called the event horizon, a point of no return, beyond which we truly cannot see. When something crosses the event horizon, it collapses into the black hole's singularity, an infinitely small, infinitely dense point where space, time, and the laws of physics no longer apply. Scientists have theorized several different types of black holes, with stellar and supermassive black holes being the most common. Stellar black holes form when massive stars die and collapse. They're roughly 10 to 20 times the mass of our sun and scattered throughout the universe. There could be millions of these stellar black holes in the Milky Way alone. Supermassive black holes are giants by comparison, measuring millions, even billions of times more massive than our sun. Scientists can only guess how they form, but we do know they exist at the center of just about every large galaxy, including our own. Sagittarius A, the supermassive black hole at the center of the Milky Way, has a mass of roughly 4 million suns and has a diameter about the distance between the Earth and our sun. Because black holes are invisible, the only way for scientists to detect and study them is to observe their effect on nearby matter. This includes accretion disks, a disk of particles that form when gases and dust fall toward a black hole, and quasars, jets of particles that blast out of supermassive black holes. Black holes remained largely unknown until the 20th century. In 1916, using Einstein's general theory of relativity, a German physicist named Karl Schwarzschild calculated that any mass could become a black hole if it were compressed tightly enough. But it wasn't until 1971 when theory became reality. Astronomers, studying the constellation Cygnus, discovered the first black hole.
An untold number of black holes are scattered throughout the universe, constantly warping space and time, altering entire galaxies, and endlessly inspiring both scientists and our collective imagination. إذا حاولت معلمتي عن طريق عرض أفلام قصيرة وبعد في أفلام ما عرضناها حطيناهن بالشريحة بتقدروا قديش بدكم بتقدروا تنسخوا الرابط اللي موجود كمان عنا وتنتقلوا لتحضروا على اليوتيوب إلى في كم هائل من الأفلام اللي بتوضح تكون الكون والمجرات ولادة كواكب السيارة بتقدروا تحطوا الثقوب السوداء أو درب التبانة أي عنوان بتحطوه اللي أنا ذكرتهن طبعاً بعطينا معلومات جديدة. إذن الأفلام اللي حطيتلكوا إياها كافيات حالياً بننتقل لفصل ثاني لماذا علينا استكشاف الفضاء؟ ليه من المهم إنه إحنا بدنا نستكشف الفضاء؟ مهمة تنفيذية المعلومات عن الفضاء جديدة نسبياً مع تطور الوسائل التكنولوجية الجديدة كالحواسيب والصواريخ معلومات علمية نظرية بدأوا ببحث الفضاء ماذا نستفيد من ذلك؟ صيغوا على الأقل 5 أسئلة لماذا نكتشف الفضاء تتعلق بأبحاث الفضاء بدنا تكتبوا لنا 5 أسئلة اللي انتوا حسب رايكم ليش لازم احنا نبحث عن الفضاء ونستكشف الفضاء احنا عايشين على الارض ومبسوطين السؤال هل بالفعل احنا مبسوطين انت كطالب في صف الجغرافيا اطلع حواليك على اللي بيشتغلوا بالصناعه على اللي بيصنعوا تكنولوجيا حديثه واستنزاف للموارد الطبيعيه لتلوث الهواء لظاهره الاحتباس الحراري لاستغلال واستنزاف الارض والمساحات المفتوحه هل إحنا لازم نضل قاعدين وسكتين تبنى الأرض تكون غير صالحة للاستعمال أو نفاذية المساحات اللي هي بتستوعب الإنسان هل أنا لازم أستنى إنه خلص انتهى الكون ولا أبحث عن عالم جديد عن كوكب آخر تكون فيه له حياة الوقت المسموح للتفكير والتسجيل بدي أعطيكم أنا مدة دقيقتين بقدر أعطيكم كمان إحنا رح نطلع فرصة كمان كم من دقيقة اللي بده يزيد ويفكر معلوماته ويرجع على الحصة مع إضافة معلومات جديدة يغنينا إحنا والطلاب كمان ممتاز بدي تفكروا ممكن أنت تبحث عن معلومات عن طريق الهاتف ممكن انكم انتم تجيبوا لي معلومات جديده عن طريق الويكيبيديا وبتامل معلمتي انه يكون في افكار جديده بتقدروا تاخذوا معلومات عن كل كوكب ايش مين هو اقرب كوكب اللي بيشبه الارض حكينا احنا قبل شوي عندي الزهره بدكم تقارنوا في هل بنفع انا اسكن على القمر بدكم تبحثوا شو الإمكانيات والشروط اللي موجودة على القمر هل بنفع أنا أقرب لإلي أسكن على المريخ هل أقرب إني أستعمل عطارد بدنا نشوف في درجة الحرارة اللي موجودة في هاي الكواكب هل الجاذبية موجودة هناك هل نوعية النباتات اللي موجودة هون بتقدر تكيف حالها وتبني لها شروط ملائمة وتتلائم وتعيش في المنطقة اللي بدي أطلع عليها أقترحها لغيري هل المياه كافية هناك؟ هل وجود أكسجين للتنفس واستمرار الحياة موجود هناك؟ في استمرارية للحياة؟ إذن معلمتي أنا بدي أحاول قبل أعطيكم هاي الأفكار وكل واحد منكم بيقدر يرجع على بداية الدرس القسم الأول شو هي المعلومات اللي تعلمناها عن مميزات الكواكب مين القريب بيشبه الأرض ومين لا بتأمل إنه بعد الفاصل ترجعوا لي بحل المهمة مع معلومات جديدة حالياً بتقدروا تطلعوا فرصة لعشر دقايق يعطيكم ألف عافية
اذا معلمتي اعطيتكم مهمه انا قبل ما نطلع فرصه، بتامل انه بعد هاي الفرصه العشر دقائق رجعتوا لنا بافكار قيمه ومفيده اللي نقدر مين يستفيد منها. علماء اللي بيبحثوا بعلم الفضاء يجي يقول لنا في طالب عندكم صف ثامن اعطانا فكره جهنميه اللي تقدر تساعدنا. طبعا انا نشوف الاسباب اللي اعطتونا اياها، وحاليا انا بعرض الاسباب اللي مكتوبه قدامكم. اسباب اكتشاف الفضاء، ماذا نستفيد من كل هذا؟ ليه كل هاي الغلبه والاجهزه والاموال الهائله والعلماء ماخذين هالقد جهد الكبير للبحث عن العالم الاخر اللي محيط حوالينا؟ اولا اسباب البحث، العلوم البحثة ومعلومات علمية، مثال فهم العمليات المناخية، بدهم يفهموا شو اللي عم بيصير بالأتموسفيرا بالغلاف الجوي، ايش التغيرات المناخية اللي عم بتصير، ليه عم بيصير تطرف مناخي، ليه عم بيصير تغيرات غير واضحة وغير مفهومة. ثانيا كان في عندنا أسباب عسكرية، انتشار السيطرة، تحديد السيطرة والتفوق. أجت روسيا قالت أنا بدي أسيطر جويا، أنا بدي أخذ أبعث ناسا، أبعث عندي علماء للفضاء، وأنا ماخذ لإلي هناك وماخذ حيز في الجو للأقمار الاصطناعية اللي إلها. أجت الولايات المتحدة، طبعا في منافسة بين هاي الدول العظمى، اختارت إلها مجال جوي آخر برضو سيطرة، وهكذا وهكذا كل دول من هاي الدول العظمى بتحاول طبعا تثبت سيطرتها وقوتها العسكرية ونفوذها، حتى هي قوية عسكريا استراتيجيا في المجال الجوي وليس فقط في المجال البحري والفضائي. أسباب اتصال، توصيل الاتصالات، الإنقاذ، بدهن يكون في كمان حلقة اتصالات جوية واضحة في العالم الخارجي. أسباب للمنفعة، استيطان وهجرة خارج الكرة الأرضية، زي ما حكيت لكم ممكن يجي واحد يعرض قصة مناقصة وبيبيع أراضي على المريخ، واللي بحب يشتري فيه عندي طبعا مبالغ بسيطة، وممكن واحد يقول انه هاد كنه فائد عقله مجنون، هذا ببيع ارض. انا ماشي بقول في ناس بتقول لك انا بدي اشتري، ما بعرف، ممكن العلماء بعد كذا سنين يجي يقولوا الكوكب المريخ بنفع انه نعيش عليه، انا عندي ارض وهفلان عنده ارض لانه اشترى بالوقت اللي كان يستكشفوا فيه وكانت المبلغ بسيط. اكتشاف المذنبات التي تهدد الكره الارضيه، ببحثوا بقولوا كل فتره ما بنسمع في سقوط مذنب، زي مثلا كيف سقط مذنب هالي وعمل فجوة كبيرة في الأرض، وبعد فترة انسلاخ هذا المذنب وبين في الفضاء، طبعا صار في عنا انطلاق غازات سامة. بدهم يدرسوا العلماء ليش بصير هاي الظاهرة مع المذنبات. بدي أحاول معلمتي إسا الكل يركز معاي، نعرض فيلم قصير، ركزوا واكتبوا عندكم بالدفتر شو المعلومات اللي أخذتوها من إذا معلمتي. بتأمل إنه الفيلم كان عرض كيف المركب الفضائية الإنسان بيطلع عليها مستعد يجازف ويخاطر ويترك الكرة الأرضية ويترك عيلته ويطلع اللي يحضر أجواء جديدة مع معدات جديدة، طبعا بلبسوا بدلة خاصة وبأخذوا معهم زي كاميرات تصوير، وهن بيكونوا إلهن علاقة مع المختبرات اللي المحلات اللي مسؤولة عن إرسالهم. دراسة أسباب استكشاف الفضاء، أسباب البحث، أولا العلوم البحثة والعلوم العملية، فضول بشري يعزز المستوى المعيشي للإنسان بفضل أبحاث الفضاء، ثم إحراز تقدم كبير في مجال العلوم الواسع. ببحثوا بيجي بقول لك أنا في عندي فضول كإنسان، بدي أشوف شو في بالفضاء، شو في بالعالم الآخر. في علماء اللي كل وقت بدرسوا العالم الخارجي، بتركوا بنسلخوا عن الكرة الأرضية وكل تفكيرهم ودراستهم وأبحاثهم بالعالم المحيط حوالينا. أسباب البحث العلمي، عندهم معرفة علمية، معرفة كبيرة في مجال الأقمار الاصطناعية، بصريات، صور، عدسات، صحة، طب، أجهزة، أدوية، حتى الفرشات، أحذية رياضية، ممتص الصدمات، اختراع مولد عزل خاص الخلايا الشمسية. كل هاي الاكتشافات الجديدة طبعاً ما أجت عبث، كان في إلها دراسات وإلها علاقة بكل البحث العلمي والمعرفة العلمية.
يعني أنا عن طريق الصور طلعوا اللي عرضناهن، هدول الصور كلياتهن اللي بيحاولوا يعرضوا العلاقة بين الدراسة وبين المحيط حوالينا. أسباب الاتصال، توصيل طبعا نجدة وإنقاذ. من غير الممكن أن نتخيل حياتنا من دون الأقمار الاصطناعية، إنترنت، صور من الأقمار الاصطناعية، تحديد وتخطي ظواهر بواسطة الأقمار الاصطناعية. بدون حياة، بدون الأقمار الاصطناعية معلمتي، حاولوا طلعوا على الصورة اللي أنا عرضتها. طبعا ما بنقدر احنا نتخطى هاي الظواهر. الأقمار الاصطناعية هي تصوير من أعلى، بتصور كل ما يجري على الكرة الأرضية مع قياسات وتحديد مواقع. وطبعا معلمتي بنحاول انه ناخذ معلومات اللي هي شاملة، معلومات عن البحار، عن المحيطات، عن اليابسة، عن العالم ككل. نربط بين شمال المناطق وجنوبها، بناخذ المناطق القطبية، خط الاستواء، بنحاول نربط ونشوف شو اللي عم بيصير في الكرة الأرضية. تنبؤ، تحديد معلومات عن أحوال الطقس والمناخ، تحسين النشرة الجوية. انتبهوا اليوم كيف صاروا يعرضوا لنا، بتقعد على التلفزيون كيف بيعرضوا لك الأرصاد الجوية، بيقدروا يعرفوا إلى كذا أيام وكذا أسابيع شو هي التوقعات، لأنه القمر الاصطناعي صور حركة الرياح أو صور الهوريكان أو التورنادو اللي عم بيصير في محيط، في قعر المحيط. تنبؤات طبعا، تنبيهات قصيرة المدى، ممكن يصور لنا لمنطقة معينة اللي هي عم تتعرض لفيضانات، لمنطقة عم تتعرض لحرائق، لجفاف. تنبؤات إذا هاي المنطقة عم بيصير فيها فيضانات، المنطقة المحاذية لإلها بنبهوهن إنه ينتبهوا أو ياخذوا حذرهم. منطقة عم تتعرض لعواصف، ينتبهوا، ببعثوا تنبيهات للمحيط القريب. ممكن حالة الطقس للطيران، بيجي يقولوا الطيران تأجل في المدى الجوي إلى منطقة الولايات المتحدة، أو التنقل من شرق لغرب الولايات المتحدة بسبب الأعاصير، بسبب الحالة الجوية العاصفة في المنطقة. هاي التنبؤات عن طريق تصوير الأقمار الاصطناعية والدراسة في المحيط القريب. بيقدروا يعرفوا الكوارث اللي بتصير، تسونامي، تورنادو، الهوريكان، التصوير عبر الأقمار الاصطناعية. جويس، في عندي عدة خدمات معلمتي اللي احنا بنقدر ناخذها بس من الدراسات، اللي هي معلومات عن احوال الطقس والمناخ، معرفة وفهم في مجال الطب وجسم الانسان. اليوم كيف بيعملوا تصوير لجسم الانسان؟ صار في عندنا تصوير اللي هو ثلاثي الابعاد، يشترك رواد الفضاء بتجارب، بقياسات، فحوصات طبية لاجسامهم. يجمع الباحثون المعلومات عن التغييرات، بشوف شو هي المراحل اللي بمرق فيها الجسم، الامراض والادوية الجديدة اللي ممكن تلاقي بجسم هذا الشخص اللي طلع الفضاء ورجع، اللي اعطوه ادوية معينة وارسلوه للفضاء. بيقدروا يعملوا تحليلات ويعرفوا شو المراحل اللي بمرق الجسم الانسان فيها. معرفة وفهم في مجال الطب وجسم الانسان، انتاج اطراف صناعية خفيفة، خفيفة الوزن بفضل المادة العازلة الصفراء التي تغلف وتحمي خزان الوقود للمركبات الفضائية، وتكييفه مع المواد التي سيتم إنتاج الأطراف الاصطناعية منها. طبعا هاي لمساعدتهم أنهم يقدروا يتحركوا. لنحلم بالفضاء. تطور العلم، تقدم العلم بفضل الإلهام الذي يقدمه رواد الفضاء للباحثين الآخرين ولجميع البشر. لقد كان رواد الفضاء وما زالوا نموذجا يحتذى به للكثيرين، وكأن تأثيرهم الكبير على أنماط حياتنا اليومية التي ندين بها لهم، وبرنامج الفضاء الذي وضع دافعا كبيرا للابتكارات التي عادت إلينا أخيرا. طبعا هي مركبة الفضاء كولومبيا بشباط 2003، انفجار المركبة ومقتل رواد الفضاء السبعة الذين كانوا على متنها، بينهم إيلان رامون. طبعا هذا من رواد الفضاء الإسرائيليين مشهور، بتقدروا تحطوا اسمه على ويكيبيديا وعلى جوجل وتشوفوا حياته ونمط حياته والمقابلات اللي صارت مع أهله. هذول كل رواد الفضاء اللي طلعوا سنة 2003 انفجرت فيه المركبة الفضائية، وكلياتهم طبعا ماتوا وفقدوا حياتهم. ما حدا قدر يعرف ولا يميز شو الخطورة اللي والخلل اللي صار معهم. أفلام قصيرة، بدي أحاول أعرض أنا فيلم واحد منهم إسا.
اللي بيحكي عن الفضاء. The planets, moons, and stars make up less than 5% of all the mass in the universe. The rest lies in the realm of absolute darkness. The dark universe is the invisible yet dominating component of the cosmos. It includes a substance called dark matter and a force called dark energy. While little is known about either, each helps us understand the universe beyond what the eye can see. Dark matter makes up about 25% of mass in the universe, but its composition is still unknown. The substance neither emits nor reflects light, and because of that, it cannot be seen. The existence of dark matter can be inferred based on its gravitational pull on the visible universe. According to some scientists, this force is what prevents stars within galaxies from drifting away. Dark matter may have also played a role in the creation of the cosmos. After the Big Bang, dark matter formed a network of filaments across the universe, and in this network, the first stars and galaxies were born. Not much is known about dark matter, but even less is known about dark energy. Dark energy is a mysterious force that fills the space between objects. It makes up about 70% of mass in the universe. Plus, it has a repulsive property that counteracts the force of gravity. The reason for dark energy's existence is unclear. One theory states that it's the fifth force of nature. Yet another says it may help explain why the universe is expanding. In his theory of general relativity, Albert Einstein considered a repulsive force similar to dark energy that pushed space and particles apart. Called the cosmological constant, the variable may provide clues for the expansion of space and time. Much about the dark universe is left to be discovered, but with every theory and technological development, secrets of the invisible cosmos will come closer to being revealed. اذا معلمتي انا تركت لكم الروابط تقدروا تحضروا بشكل مستقل كل واحد شو حابب يحضر من الافلام الموجوده طبعا بعطيكم مهمه لعرضها في الصف في اعقاب الدرس اكتبوا منشورا تشرحون فيه لماذا من المهم اكتشاف الفضاء وماذا كنتم تتخيلون انه يجب على العلماء ان يستكشفوا اعرضوا المنشور الذي كتبتموه في الصف او على موقع الصف اضيفوا الصور لتوضيح افكاركم اعرضوا تعالوا بافكار جديده ليه من المهم انه نكتشف احنا الفضاء ونيجي بعالم جديد صوره الكره الارضيه اللي هي من مصوره من فوق بتامل معلمتي انه اليوم افدتكم واعطيتكم معلومات جديده بتامل انه كان الدرس طبعا اعطاكم معلومات واسماء الافلام بتقدر تساعدكم وتعطيكم هذا كمان الفيلم تكون عن المجرات عن طريق ناشونال جيوغرافيك طبعا هاي الافلام بتحكي في قسم منها كمان مع ترجمه بتقدر تحط الترجمه اسم الفيلم وتطلبوا مترجم في اللغه العربيه اللي يسهل عليكم اخذ المعلومات يعطيكم الف عافيه معلمتي شكرا لاصغائكم لحضوركم الحصه كانت معكم المعلمه انوار عوالي الى اللقاء في حصه اخرى